أولا تحية لكم بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، تحية لجميع الصحافة وخاصة الصحافة النازية في إطار اليوم العالمي في حرية الصحافة. أولا أنا جيت هنا حاضر لثلاثة ديال الأسباب، ثلاثة الدوافع. السبب الأول وهو دعم الصحافة باعتبارها سلطة رابعة، وباعتبارها أنها واحد المجموعه ديال الاشغال اللي كديرها اللي ربما انها كتحاول ما امكن تساهم في التطوير ديال المجتمع بواحد الشكل مباشر. ثانيا جيت نحتفي معاهم في هذا اليوم العالمي ديال حريه الصحافه. ثانيا جيت كنداء من الصديق عضو المكتب الجهوي النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه الاخ جواد الخني كفاعل وكفنان، وجيت انا ومعي واحد المجموعه ديال الفنانين نحضروا في تكريم ديال والشرف الحضور الشرفي ديال الفنان محمد شوبي. جينا كفرع ديال النقابة ديال المسرح الشرافي. ثالث حاجة هو أنني اللي بغيت نقدمه كهدية في هذا النهار لكم كصحافة من خلالكم الجميع اللي حضروا هذا النهار واللي ما حضروش صحافة بشكل عام، هو واحد تجربة غنائية ديال مجموعة ديال أوزون اللي من خلال واحد مجموعة ديال الشباب حاولنا في إطار جمعية ديال برج القلق أننا نأسسوا هذه الفرقة هذه اللي كتحاول تشتغل على التراث المغربي وخاصة التراث ديال المجموعات والأغنية اللي بغينا نقولوا الهادفة في أفق ديال التطوير ديالها وإعطاء واحد زخم فني اللي ممكن من خلاله أن ننسى مو في تربية الذوق الفني للجمهور. مرة أخرى كنجدد لكم تحية وكنقول لكم يوم عالمي سعيد ودمتم أوفياء ودمتم صادقين وتحية لكم. أنا عندي طبعا ماشي يعني صحفية ولا يعني بمعنى يعني القلم، ولكن بنكهة موسيقية كان لي الشرف أنني شارك في هذا الاحتفال والاحتفاء بمهنة المتاعب بنكهة القلم بالكلمة الجادة بالخبر اليقين. كنقول لهاد الناس برافو عليكم شابو، لأن بصح كيتعبوا بصح كي منكم توما كذلك كتجيو كتواكبوا كتجريوا باش تمشي الخبر، ماشي بالأمر السهل، لأن المشاهد وراء الشاشة غير كيسمع وكيشوف لكن ما كيعرفش الكواليس. لهذا كنقول لكم تحية كبيرة جدا لكم، وانا كذلك لي الشرف كبير انني نحضر لهذا المهرجان والصحفي الكبير. وكذلك الشكر موصول دائما الى الاخ جواد الخني اللي دعاني لهذا المهرجان. غيكون واحد ان شاء الله مشاركه بكشكول فيروزي ان شاء الله. ما سمعنا ان الناس طلبوك بكشكول فيروزي. صحيح صحيح، هما تيحبوا صوتي بشكل فيروزي وغادي يخليوني يقوقعوني في فيروز، ولكن عندي شرف كبير كنعشقها حيت ساكناني كنحبها بزاف، يعني واخا تنبغي نخرج من عباءتها ولكن كتسكنني هكا حبيت او ابيت يعني كتلقاها. ولكن هذا راه ماشي سهله، المدرسه الفيروزيه رائعه. رغم اللي كتعشق الفنانه اللي كترتاح لها كتلقى يعني من أغاني فيروز كيعجبني، عندها رجعين سألوني الناس، عندي عندها كل شيء، كل شيء رائع عندها. من غير فيروز شنو بصراحة كنبغي دائما الأشياء الطربية، ما كتستهوينيش الأغاني اللي هي واخا كنقدر أنني نخرج أنا ندير شي حاجة عصرية وداك الشيء، ولكن الأغاني الكلاسيكية الطربية القديمة هي اللي كتحس بها أغاني حقيقية كلمات وموسيقى وإبداع كبير فيها، وكتصنت أنا ودني هذا الشيء اللي كتسمع، ما كنقدرش نسمع شي حاجة أخرى. شنو رأيك هاد الأغاني اللي ولينا كتسمعوا حاليا؟ أنا ما غاديش نضرب بهم، لأن أنا من الناس اللي كتعيش الموجة، ولكن غير ما تكونش فيها واحد البداءة ما كيعجبنيش، الكلمات وإلى غير ذلك اللي كتكون باش أنني نوصل نلعب بالكلام اللي هو شوية ماشي في المستوى. أنا مع العصر، أنا الحياة بغينا ولو كرهنا حنا كنطوروا، يعني حتى الجمهور كيتطور، حنا ما نطوروش معاه، إلا غتبقي مقوقعة في المكان ديالك وما غاتزيديش القدام، غير هو بطريقة ذكية زوينة من ناحية الكلمة والموسيقى وانتقاء كما قلتي جميل، علاش لا نجتهدوا، راه كل عصر كيجي جيلو، غير هو ما نضربوش الموسيقى ديالنا لانها عامره وباذخه بالتنوع الجميل. صحيح صحيح. الكلمه الاخيره الجميله ديالك. كنشكر الفجر المغربيه لانها تتواكبني لثاني مره تبارك الله. كنت عملت اغنيه في العرائش واستضفتني فجر ودرت معايا واحد الانترفيو زوين رائع جدا، ولقى واحد استحسان كبير ومشاهده كبيره للجمهور، انا كنشكره. والفجر منبر اعلامي محترم
انا كنحترمو بزاف. شكرا، تبارك الله عليك.